السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو ديالي ديال اليوم في احسن الاحوال وكمال الصحه ان شاء الله. بالنسبه لليوم غادي نصاوبوا بسيطلات صغيرين بالدجاج. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشوفوه حتى الاخر ان شاء الله يا ربي. اول حاجه غادي نديرو، هنا عندي دجاجه ونص. بالنسبه للدجاج كديروا الكميه اللي نتوما باغيين ديروا، المهم انا عندي هنا دجاجه ونص. بالنسبه للعطريه عندي هنايا معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم، معلقه صغيره عامره ديال السكنجبير، نص معلقه ديال صغيره ديال الابزار فلفل اسود، عويد صغير ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال السمن حار. وعندي هنايا زعفران الشعره درتو شويه ديال الماء يطلق راسو. وعندي هنايا المعدنوس، وعندي هنا ثلاثه ديال البصلات مشلضين. بالنسبه للزيت انا عندي هنا الزيت ديال الطياب، يعني زيت بلديه ديال الطياب، تقدروا تخلطوا ما بين زيت بلديه والزيت روميه، اولا ديروا غير زيت روميه بوحديتها. وطبعا ما نساوش الملحه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للدجاج كنديروه في الطنجره، غادي نزيد عليه البصله. انا غادي ندير كلشي مع بعضياته وعاد غادي نحطوه يتشحر. غادي ندير هنا العطريه كلها والسمن حار طبعا. نديرو هنايا الربيع، معدنوس، معدنوس بوحديتو. غندير زعفران الشعره اللي ما متوفراش عنده يقدر يستعمل الضامه ديال زعفران الشعره. وغندير هنا الزيت، الزيت ديرو تمن واحد نص كاس ديال الزيت، يا اما مخلط ما بين زيت بلديه وزيت روميه، يا اما ديرو غير زيت وحده فيهم، يعني زيت روميه بوحده. وعندي هنا نديرو شويه ديال الملحه، الملحه ما تكثروش بزاف حتى تعاودوا تذوقوها. صافي غادي نحركوا هادشي كامل مع الدجاج، ومن بعد غادي نديرو فوق نار مهيله وغادي نقص ليه البوطه كيف ما قلت لكم، يعني نار تكون مهيله، وغنغطي عليه ونخليه، ما غنزيدليش الماء لان غادي يطيب غير في الماء ديالو. الدجاج غادي يطلق الماء والبصله حتى هي كتطلق الماء، يعني يطيب غير في الماء ديالو باش يعطينا واحد المذاق زوين. ما تزيدوش الماء، من الاحسن ما ديروا له لا ملح حتى شي حاجه، وبلا ما تحتاجوا انكم تشرملوا الدجاج وتخليوه، مباشره ديروا له الطريقه هذه وحطوه فوق النار مهيله مع البوطه تكون منقصه باش ما يتحرقش لكم، وباش البصله تطلق الماء، وباش الدجاج حتى هو يطلق الماء ديالو وصافي. المهم انا غادي نحطو فوق النار ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا الدجاج ديالنا من بعد ما طلق الماء، هو طلق الماء بلا ما نزيدو فيه ما بلا والو، كما كتشوفوا صافي. كان غير كنبقاو نحركوه حتى كيطيب لينا الدجاج، ملي كيطيب الدجاج صافي كنبقاو كنحيدوه وكنخليو غير المرقه حتى كتشرب، ومن بعد عاد كنزيدو عليها البيض. بالنسبه لها الطريقه ديال الدجاج تقدروا ديروها حتى في حاله بغيتوا تطيبوا الدجاج، يعني بلا ما تعمروا به البسطيله، طيبوا غير الدجاج بالزيتون والبطاطا فريت ولا شي حاجه، كتديروا له غير هالطريقه هذه، ما تزيدوه لا ما لا والو، راه هو كيجي بنين ولذيذ في المذاق ديالو، احسن من الدجاج هكا تشحروا بوحدو وتزيد له الماء. وهذه عندي هنا اللوز، كتكبوا عليه المطايب اولا كتسلقوه شي شويه وكتقشروه. غادي نديروه هنايا في المقله. وعندي هنا الزيت بارد، منين تبغي تقليو الكاوكاو مسلوق اولا اللوز مسلوق ضروري يكون زيت بارد، حيت الا كان زيت سخون كيتحمر دغيا اللوز اولا الكاوكاو من الفوق وكيبقى خضر من الداخل. ملي كيكون زيت بارد كتنقصي ليه البوطه كتخليه كيتحمر على خاطرو كيجي مقرمش. غادي نقلي هاد اللوز اللي عندي ومن بعد غادي نطحنو وغنتسناو على الدجاج حتى يطيب ومن بعد نتلاقاو. اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما الدجاج طاب طيبناه نكوكوت وغادي نفرتو. وعندي هنا المريقات غادي نهز منها غير واحد شويه ماشي بزاف، هادشي اللي هزيتو باش منين نفرت ديك الدجاج غادي نخلطو معاه باش ما يجينيش الدجاج ناشف صافي. غادي نخليه حتى يشرب شويه ومن بعد نزيدو عليه البيض ان شاء الله. اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما حيد ديك شويه ديال المريقه وشربت لي هنايا المرقه، عندي هنا ربعه ديال البيضات اللي كنطربوهم بحال هكا، ربعه ديال البيضات
كبارين، الا كانوا صغار نديرو 5 وكنبقاو نخويوهم بسم الله. وحنا كنحركو طبعا باش ديك البيض ماشي يطيب لنا غير هكاك بوحدو، المهم باش يطيب مع هاد الشرموله مع هاد الدغميره زعما. ما كنحبسوش من التحراك حتى كيطيب لينا البيض، وعاد كننتقلو ديك الساعات باش نصاوبو البسيطلات ديالنا. بسيطلات اولا بريوات اولا سيجار، يعني كل واحد كيديرهم على حسب الرغبه ديالو. انا غادي نبقى نحركهم هكا حتى يوجدوا من بعد نتلاقاو. اخوات كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا صاوبت واحد 3 ديال البسيطيلات، غنوريكم الطريقه. عندي هنايا الورقه، هذه بالنسبه لهاد الورقه عندي غير صغيره، يعني غادي نصاوب بها غير بسيطيلات هكايا عاديين. بالنسبه اللي عنده ورقه كبيره يعني تقدروا تشكلوا بها شي طريقه واحده اخرى بحال ديك الطريقه ديال البسطيله ديال الورده. حتى شي نهار ان شاء الله تكون عندي ورقه كبيره ونشاركها معكم. كناخذ زليفه دهنتها بشويه ديال الزبده مذوبه، ومن بعد درت فيها الورقه. عندي هنا الدجاج من بعد ما خلطت مع هذيك شويه ديال المريقات اللي كنت خليت باش ما يبقاش ناشف. عندي هنا الدغميره ديالنا ديال الدجاج مع البيض. عندي هنايا اللوز، انا غير هرمشتو كيف ما كتشوفوا، تقدروا تطحنوه مزيان، انا غير هرمشتو وخلطت معاه واحد المعلقه صغيره ديال القرفه باش كتعطي واحد المذاق زوين. عندي هنايا سكر كلاصي، بالنسبه للسكر كلاصي هذا كيبقى اختياري، اللي بغاه يديرو واللي ما بغاش ما يديروش. واللوز تقدروا تعوضوه بالكاوكاو، اللي ما عندوش اللوز يقدر يعوضو بالكاوكاو. غادي نديرو هنا الدجاج بسم الله. هكا غادي نزيد عليه الدغميره ديالنا. هنا غادي ندير شويه ديال اللوز. هنا ندير شويه ديال السكر ثقيل، كيف ما قلت لكم سكر ثقيل اختياري. دابا انا غادي نلويها الطريقه العاديه كيف ما قلت لكم. تقدروا الا كانت عندكم ورقه كبيره تقدروا تجمعوا ليها الاطراف ديالها كامل هكا، ومن بعد كتلويوها وكتعاودوا تطلقوها بحال هذا الشكل، كتجي بحال شكل ديال الورده. انا عندي غير صغيره فما غاديش تجيني بديك الطريقه. غادي ندير ليها الطيه العاديه هذا الشكل، وغندهنوها بالزبده. غادي بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. غادي نعاود وحده اخرى معكم. الطريقه راها سهله، بغيتو ديروهم على شكل بريوات اولا ديروهم على شكل سيجار، كل واحد كيديرهم على حسب الرغبه ديالو. بغيتو ديروها بسطيله وحده كبيره عاوتاني عائليه كديروا وحده كامله. هادو فرديين كيجيو زوينين بمناسبه، يعني كتقدموهم هكا كتحليه اولا في رمضان كديروهم، بما ان رمضان قرب الله يدخلوا عليكم بالصحه والهنا والمغفره ديال الذنوب ان شاء الله. تقدروا تصاوبوهم وتحتفظوا بهم في المجمد، هي الطريقه اللي غادي نوريكم الا بغيتوا تحتفظوا بهم في المجمد.
بزاف الناس كيبقى يقول لك علاش كتحتفظوا بريوات او بسطيلات او داك المجمد. كاينين بزاف ديال الناس اللي هما كيكونوا العيالات اللي كيكونوا خدامين فما غاديش يقدروا يوجدوا كل نهار بنهارو، على الاقل كتكون بعدا عندكم شي حاجه في المجمد باش تستعملوها في ايامات اللي الانسان كيكون عيان وما يقدرش عادي يوجد شي حاجه، هي كتسهل عليكم. غير هي ملي كتجبدوها كطيبوها مباشره، ما كتخليهمش يطلقوا راسهم، الا خليتوهم يطلقوا راسهم ما كيبقاوش مزيانين وما كيجيوش مقرمشين. كنتمنى الطريقه تكون واضحه، والطريقه راه سهله بالنسبه للمبتدئات. كما كتشوفوا معايا صافي، انا غادي نمشي بهذه الطريقه هذه حتى نكملهم. من بعد كنستفوهم في شي صينيه الا كنتو غادي تحتفظوا بهم طبعا في المجمد، الا كنتو غادي تطيبوهم كدهنوهم مزيان بالزبده وكتدخلوهم الفران حتى كطيب غير الورقه وصافي، اما الحشوه راه كلها طيبه. كنتو غتحتفظوا بهم في المجمد فغادي ديروهم شي صينيه وغتدخلوهم المجمد هكا، يعني تغطيهم بلاستيك غذائي ودخلوهم المجمد حتى كيجمدوا. من بعد ما كتجمد لكم هكا البسطيله كتهزوهم وكديروهم في البلاستيك الغذائي، يعني البلاستيك اللي كتكون كتدخل المجمد كتستفوهم فيها وديروهم، اولا كديروها في الطاسه ديال البلاستيك، يعني الطاسه ديال البلاستيك كديروا مثلا واحد العدد وكتغطيو فوق منه بالبلاستيك غذائي وكتوليو ديروا عدد وتغطيو بلاستيك غذائي وديروا عدد حتى كتعمروا البلاستيكه ديالكم وكديروها في المجمد. الا ما عندكمش مجمد كبير كتشدوها وتجمدوها في الفريكو ومن بعد كتهزوهم وتخشيوهم في البلاستيك وكتدخلوهم حتى كيتجمدوا وعاد كديرهم في بلاستيك ومن بعد كتدخلوهم وكتحتفظوا بهم. غير هو كيف ما قلت لكم ملي كتجبدوهم من المجمد ما كتخليهمش يطلقوا راسهم، مباشره كدهنوهم بالزبده وكتدخلوهم في الفران، الا كنتو طيبوهم في الفران كتدخلوهم الفران كيطيبوا بالصحه والعافيه. كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما البسيطات ديالنا، من بعد ما درناهم في الصينيه ودخلناهم المجمد حتى جمدوا، حتى كيجمدوا بحال هذا الشكل عاد كتوليو تجمعوهم في البلاستيكه وكتدخلوهم المجمد. النهار اللي كتبغوا تستعملوهم كتجبدوهم مباشره دهنوهم بالزبده ودخلوهم الفران وزينوهم ديك الساعه بسكر كلاصي وشويه ديال القرفه لانهم معمرين بالدجاج، الا كانوا معمرين بالحوت فعاوتاني غادي تزينوهم على شكل بالحشوه اللي هما معمرين، يعني بالكامبا اولا باش ما بغيتو. الوصفه ديال اليوم راها سهله وحاولت انني نصوبهم معكم بطريقه سهله يعني بالنسبه للمبتدئات، وهي البسطيله راه عندها عده طرق تقدروا تصوبوهم بها. بالنسبه لهادو هادو لي سيجار تقدروا تعملوهم ديروهم غير بهذا الشكل هذا الا بغيتو، هكا كيف ما قلت لكم كديروهم في بلاستيكه. هادو لي سيجار معمرين بالحوت، دابا نخلي لكم صندوق في صندوق الوصفه الرابط ديالو سبق لي جربته معكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم والفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، بارطاجيو عند الاهل والاحباب وخليو لي شي تعليق محفز، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.